برحب بحضراتكم من جديد. وخليني طبعا النهارده عندنا كلام كتير قوي على بعثه النادي الاهلي، يعني هنطمن حضراتكم على الفريق بشكل كبير، وهيكون عندنا كمان ضيوف في الحلقه، يعني خالد غنيم طبعا كان بيدرب اتلتيكو مدريد، نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، يعني مدرب سابق مصري لنادي اتلتيكو مدريد للشباب، فريق الشباب. وكمان كابتن عفروتو هيكون مع احمد سمير في الحلقه. بس خليني في البدايه ابدا مع اخبارنا واقول لحضراتكم ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تاجيل اجتماعه اللي كان مقرر لبكره الاثنين، نظرا لوفاه والد الكابتن جوهر نبيل عضو مجلس اداره الاهلي، واقامه مراسم العزاء هتكون بكره بالليل الاثنين ان شاء الله بمسجد الحمدية الشاذلية. ربنا يرحمه يا رب، وفي الجنة ان شاء الله ويصبر اهله.